انتوا الاثنين تعزفوا كمان اول مره هي بعرفها تصوروا سوري كلكم تعزفوا هم الثمانيه بيعزفوا كمان جامد جدا والله كلهم بيعزفوا كمان جامد جدا وكلنا انتوا اجمد اثنين بس انتوا اجمد اثنين في الثمانيه انا نفسي كنت ما جبت عود وحاولت يعني سمعت كذا حدا بيقول مع نفسي وما زبط معي شوي بس عشان عبد الوهاب يعني عشان كان عبد الوهاب كتير بيقعد يغني على عود وكذا فهو انا وحالي بتحسها انا كثير بحبها والله البني ادم مننا انطوائي طبعا بس هنعمل ايه معدي عليك السبت يعني عادي هيك تيجي تلعب معايا تعزف معايا كده وعازف على الجيتار الله الله انا اول مره في حياتي عازف جيتار بقى دلوقتي في حياتي والله طب شو بدك تعزف يلا حنغني معك كده حتى كده طب قرب ال كده كنت بعزفها كده مع نادر كده ودي بقى شويه كده ايه كده ايه ليالي بقى طب تعال فاهم سلك سلك انا بتاعنا كنا بنقولها دي كده هيقولوا فيها حاجات حلوه هو الجيتار شغال كده هاي باشا غير هول حاجه شغال لا بس الصوت مو طالع عليه الشيب طلع طبعا الناس اللي بتتفرج عليه بيقولوا اي حد ممكن يعزف جيتار وده الجيتار سهل تصور انا كنت هيك مفكره انه شو كله يعني اللي هو العاديه ما يعرفش ان هو بتاع مزيكا وده ممكن يعزف كل الحاجات Ha 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 ha
كتبتك غنوة على بابي رسمتك وردة في كتابي كتبتك غنوة على بابي رسمتك وردة في كتابي لا عايز أصحاب ولا أحباب عيونك كل أحبابي رسمتك غنوة على بابي كتبتك وردة في كتابي رسمتك غنوة على بابي كتبتك وردة في كتابي لا عايز أصحاب ولا أحباب عيونك كل أحبابي يا مجنون مش انا ليلى ولا امس من هواك ميلا يا مجنون مش انا ليلى ولا امس من هواك ميلا عايزني اقول بحبك ليه بحبك بس مش قايلة لا 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 ل
ايه؟ وقلبي بيرتاح لك مشتاق نفسه يلمع احلك لو يوم عدي على بابه من غير ما يفتح لك وقلبي بيرتاح لك مشتاق نفسه يلمع احلك لو يوم لقيت على بابه من غير ما اشرح لك قلبي هيفتح لك تبقى له كل احبابه لكن بشروط لو تعشق موت وتغيب على قلبي يا مجنون.